اكد الدكتور احمد محمد الانصاري الرئيس التنفيذي للهيئه الوطنيه لتنظيم المهن والخدمات الصحيه الحرص على تقديم كل اوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين في القطاع الصحي بهدف تعزيز جوده وتنافسيه واستدامه الخدمات الصحيه في المملكه. واوضح الدكتور الانصاري ان مكتب المستثمرين في الهيئه يعنى بتقديم الدعم من خلال تقديم المشوره بشان فرص ونوع الاستثمار ومتطلبات الهيئه بالاضافه الى متابعه طلبات الاستثمار والتنسيق مع الهيئات والوزارات ذات الصله جاء ذلك خلال زياره ميدانيه لمصنع الخليج للتكنولوجيا الحيويه جلف بايوتيك والذي يعد اول موقع لتصنيع ادويه الحقن في مملكه البحرين وخلال الزياره استمع الرئيس التنفيذي للهيئه الى خطوات التصنيع القائمه ومراحل العمل بالمصنع اضافه لابرز الخدمات والمنتجات التي يقدمها حيث اشاد بما تقدمه المنشاه من خدمات وحلول تكنولوجيه مبتكره